الحين إلي بعدين أعطيتهم جو مع احترامي لفنهم الكبير، أعطيتهم جو مثلا نقول فاقي هوا اللي ممكننا سوا والدمع سهرني وكان فايشو مع احترامي إلهم لفنهم فاقي يا هوا يمكننا سوا والدمع سهرني وصفوا لي الدواء تاري الدواء حبك وفتش عالدواء طول يسأل شو بني بحبك يا لبنان مدري شو بني بحبك يا لبنان يا وطني نفس السكي أنا. مساء الفل، أهلا وسهلا بالحبايب. عم قلب هيك احتضيت بالعظيم الملحن الكبير رحمه الله في ليمون وهبي، فتحدث عن ذكرياته مع العظيم فيروز والألحان وكيف كان ياخذ فكرة اللحن منه، ما كان يقول سرقوني عدمان ومهذب، وكيف اضطر على غنية بحبك يا لبنان يا وطني كيف أخذوها من فايق يا هوى وبتسمعوا وبتركبوها، وكيف وكل هذا بأدب انه هني اخذوا مدد. الحين الي بعدين اعطيتهم جو مع احترامي لفنهم الكبير، اعطيتهم جو مثلا نقول فاقي هوا اللي ممكننا سوا والدمع سهرني وكان فايشو مع احترامي الهم لفنهم فاقي هوا يمكننا سوا والدمع سهرني وصفوا لي الدواء تاري الدواء حبك وفتش عالدواء طول يسأل شو بني بحبك يا لبنان مدري شو بني بحبك يا لبنان يا وطني نفس السكي ايه وانا في ليمون كان عنده موهبة من الله عظيمة، بيكمش العود بيطلع براسه فكرة لحن، شوف اللحن بس. الرحابني كان في عندهم ثقافة غير، يعني عاصي بيكتب نوطة بيكتب مسرح وأخوه، يعني عندهم فن شامل. فالرحابني هاي الثقافة كانت عندهم الذكاء إنه في ليمون هذا البسيط لك شو عم يعمل. طب نحن مشان ما نعملها نطبعها هي ذاتها، نأخذ من خلالها هاللفة هيدي هالبرمي هاي هالعملة هاي. شوف في ليمون لما مثلا عمل وراء الأصفر شهر أيلول، لأنه مو بس عنده بالفن بأي شيء، يعني في ظلم وهذا الظلم يعني بس طالما الله للمظلوم خير ومؤيد فما يسأل الواحد إذا كان هو نظيف القلب وهو مع الله ما يسأل. طبعا العظيم في ليمون كان إنسان ملهم في التلحين، عنده عطاء رباني كبير. كان يعني أنا بعتقد أنه العظيم في ليمون هو سيد الأغنية الشعبية اللبنانية والشعبية الطربية، يعني شعبية مرحة وشعبية طربية اللي هي تجلت أكثر شيء مع فيروز ونوعا ما مع صباح، لأنه كان مع صباح أكثر غالب للشعب الفرح. شوف قديش ثقافته جميلة، كل صوت شاف شو بيضوي هذا الصوت شو بده. الحادثة أنا ذكرتها بحب دائما أحكيها عن في ليمون هذا العظيم، لما عمل يا دار دوري فينا فأم العاصي قالت الله 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 يا عاصي إيه اللحن إيه اللحن، سكت عاصي هيك قال لا مو لحن هذا لحن في ليمون. يعني في ليمون كان حقيقة مغيب. وأحد مرة جورج إبراهيم الخوري صنف مين أجمل ما لحن أغنية شعبية جماهيرية، حط الأول فريد، ثاني بليغ، الثالث في ليمون، وقال بعدهم بيجي ملحم بركات، كان صنفهم بالشبكة. هلأ الأغنية الشعبية اللي عملها فريد وفي ليمون متآخي بيشبه بعضهم كتير من حيث الجمال والجودة والرقة. يبقى فريد عنده نوع آخر طبعا غير ما عمله في ليمون، يعني الكلاسيك التقيل أو التطريب أو اللي عمله فريد ما حدا هذا وصل له، لذلك هذه قوة فريد بنوع آخر. لكن من حيث الأغنية الشعبية الجميلة الجماهيرية ما بيجي أحلى من لحن فريد والأستاذ العظيم بليغ، اللي كلهم عظماء بنظري، وفي ليمون. يعني هدول ثلاثة عظماء هيجوا الأغنية الشعبية. شوف عبد الوهاب شقد كبير ما عنده أغنية شعبية، ما عنده ما نبروحه ما يوارد عليه،
يمكن البيئة تربى فيها ما تربى فيها هيك، انتبهوا في شيء بيجي جينات بالتربية بالمعاشرة الناس، هذا اللون لما بيخلق معك أو محاكاتك للناس، حتى الشاعر كذلك، حتى لكن منشوف الأغنية الشعبية اللبنانية الله الله سيدة في ليمون، هيدي الأغنية الشعبية اللي أنا بسميها الجماهيرية الراقية، أغنية شعبية راقية يعني بيسمع أي إنسان وبتزيده ثقافي من حيث تلحين الكلمة والجملة الموسيقية المهضومة على الروح، وهذا حقيقة. قبل أن أختم هذه الحلقة بحب لكم، كتير ناس كانت تفكر في ليمون أنه بتنزلوا الرحابني يعني بأخذ دور مهرج أو بيعملوا نتفة كوميديا أو بساطة هيك، لا لا لا، في ليمون أكبر بكثير. أنا بنظري موسيقار لبنان الأول هو العظيم في ليمون وهبي، مع حبي الشديد للرحابني، إن كان عاصم، إن كان منصور، إن كان إلياس، إن كان أولاده، إن كان الموسيقار زياد، لكن أنا بنظري الموسيقار الأول في لبنان موسيقار أزلي مثل الأرز وفي ليمون وهبي. ليش؟ للموسيقى يعني، أنا إذا بقول لك ورا الأصفر شهر أيلول فايق يا هوى، يعني الأغاني اللي لحنا يا دارة دوري فينا بليل وشتي، سوارة العروس، لما على الباب يا حبيبي، يعني هذه هالنغم الشرقي اللي جاي بتحس جاي من جبال صنين، جاي من شروح الأرز، جاي من الهواء العليل، هذا هو في ليمون وهبي الموسيقار العربي الكبير. لو تضوى على العظيم في ليمون كما تضوى على الرحابنة ممكن كان غزا مصر، كان غزا مصر، وأنا واثق لأنه الإنسان بس يأخذ اسم الدنيا كلها بتدور عليه، وفي ليمون عبد الوهاب وفريد وكل الدنيا كانت تحبه، كل العالم معجب فيه، وهو بيكمش العود طبعا ومش دارس موسيقى، ما بيعرف نوت، دورو بيصيد، بيحب الحياة البسيطة، يكمش هالعود، طلعت براسه وأراها يعمل لحن. هذه الموهبة الربانية اللي ما بيعلي عليها شيء أبدا، موهبة الله فوق كل شيء. إذن في ليمون لم يكن، في ليمون هو فنان أنا بنظري شامل، لكن ما تشوفوا أنه كان كوميدان أو بغني أغاني سخرية أو أغاني نقد، رغم أنه نقد بناء، لكن في ليمون موسيقار عربي كبير نقف له باستعداد وتحية إجلال لروحه. وأهلا وسهلا بكل مزوق على هذه الأرض، وأهلا مرة أخرى وألف سهلا بكم، لكم حبي حبيبي، شكرا.